وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظها الله الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير. يسعدني في هذا اليوم المبارك واللقاء الجميل أن نتناول المؤتمر الافتراضي الأول صحتي في دورته الثامنة، قضايا هامة وحيوية تهم أطفالنا وأبنائنا في مدارسهم ابتداء من المبنى المدرسي والبيئة المدرسية، وأهمية خلوها من التدخين، الإعلام الصحي وصحة أبنائنا النفسية، وقايتهم من الأمراض المعدية، ونشاطهم البدني والتغذية السليمة. يتمركز هذا المؤتمر حول ثلاثة محاور: تعزيز صحة فلذات أكبادنا وأبنائنا الأطفال واليافعين في عدة مجالات كالصحة النفسية وتعزيز بيئة مدرسية صحية ومعززة للسلوك الصحي. نبدأ جلستنا النقاشية الأولى والتي هي بعنوان تعزيز الصحة البدنية والتغذية للأطفال واليافعين. نتناول من خلالها المحور الأول وهو تعزيز الصحة البدنية للأطفال واليافعين. مدة العرض لكل متحدث 20 دقيقة كحد أقصى، ويتم تخصيص وقت في نهاية الجلسة للإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور. يشرفني في هذه الجلسة أن نستضيف نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. نبدأها مع سعادة الدكتور أيوب الجوالدة. دكتور أيوب خبير دولي في التغذية، حاصل على دكتوراه، يعمل كمستشار إقليمي للتغذية في إقليم الشرق المتوسط منذ عام 2009، يقود تنفيذ استراتيجية التغذية إقليمياً لمعالجة العبء المزدوج لسوء التغذية في الإقليم وتعزيز النظام الغذائي الصحي مع التركيز على المخاطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية والسمنة، محاضر في التغذية بجامعة فيينا منذ عام 2009. نرحب بك سعادة الدكتور أيوب، وتفضل شارك الشاشة للحضور مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أود يعني بدأ أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وأيضا إلى حضرة المنظمين لهذا المؤتمر القيم. وكما عهدنا يعني هذا المؤتمر الذي يعقد كل سنتين يطرح أمور تخص وتهم الشباب في الإقليم وفي المنطقة العربية وفي دولة الإمارات. أيضا أود أن نركز في البرزنتيشن على الفود كونسومشن باترن اوف تشيلدرن اند ادوليسنت ان ايستر ميديتيريان ريجن وذ مور فوكس اون اوبيسيتي. دكتور ستتحدث باللغة العربية صحيح؟ طيب أنا حأعرض السلايد بالإنجليزي وأتحدث بالعربي تسهيلاً الحضور. طيب في هذه المحاضرة سوف أستعرض الوضع السمنة وزيادة الوزن في الإقليم، وأيضاً سنتحدث عن أسباب زيادة الوزن والسمنة، وكذلك عن استراتيجيات منظمة الصحة العالمية والسياسات، وكذلك التوصيات العالمية في هذا الشأن. كما نعلم أن سوء التغذية بشقيه، سواء كان اللي هو المتعلق في أمراض التقزم وسوء التغذية، أو المتعلق في السمنة وزيادة الوزن، يشكل عبئا كبيرا على هذا الإقليم. وكما نعلم خاصة السمنة بدأت تزيد حوالي أكثر من 50% بين النساء و40% بين الرجال بالمعدل، أيضا في المناطق اللي هي عالية الدخل تزيد حوالي 60%، بالنسبة للأطفال المدارس أكثر من 15%. وكما نعلم أنه أسباب الوفيات تعود بشكل مباشر إلى الأمراض المزمنة بالضغط والسكري، وتشكل حوالي ثلثين من أسباب الوفيات في العالم. طبعا إذا أخذنا عوامل الخطر للوفيات عالميا، عملوا دراسة على جميع أسباب الوفيات سواء متعلقة بالغذاء أو بالصحة أو بسلوكيات الإنسان أو بالتلوث، وجدوا أن سوء التغذية يعني تقريبا هو رقم واحد في أسباب الوفيات في العالم، وأيضا الأسباب التي تعود إلى الغذاء الغير صحي هو الرقم 2، ثم يليه ضغط الدم والتباكو. لذلك نعرف أن يعني من هذه البرزنتيشن يعني
مدى أهمية التركيز على الغذاء الصحي وعلى قضية سوء التغذية. طبعاً إحنا بالنسبة لزيادة الوزن بالنسبة للأطفال لأقل من 5 سنوات هي المرحلة الحرجة، وتبدأ مراحل السمنة من طبعاً عدم رضاعة الطفل طبيعياً لمدة 6 شهور بشكل كامل والاستمرار لمدة 2 سنين. وكما بنشوف أنه إحنا زاد وعي في المنطقة، وكان نسبة السمنة حوالي 6.2%، نقصت ل 5.8% بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات، وهذا يعود أنه فيه صار وعي عندنا تركيز على الرضاعة الطبيعية، بس بدنا جهود أكثر حتى نقلل النسبة. طبعاً بالنسبة لزيادة الوزن ما بين فئة الأطفال والشباب اللي بين 5 إلى 19 سنة، زي ما بنشوف من 1975 لحد 2016 في زيادة عالية جداً، يعني كانت تقريباً نسبة زيادة الوزن حوالي 8%، الآن إحنا بنحكي عن حوالي بالإقليم كمعدل 27%، يعني إحنا تقريباً 3 أضعاف أصبحت زيادة الوزن، وهذا طبعاً يعود إلى عدة عوامل رح نتحدث عنها. زي ما حكينا كمان بالنسبة للأوفر ويت والأوبيسي، لو أخذنا كل الدول قاطبة رح نشوف ما بين سنة 1975 ل 2015 إنه في زيادة مضطربة، يعني في زيادة بشكل ملحوظ لجميع الدول، وتشكل عبء لجميع أنواع الدول سواء كانت عالية الدخل أو متوسطة الدخل أو قليلة الدخل. طبعاً إحنا زي ما بنعرف كمان إنه الأطفال المدارس كمان نسبة أو من أسباب السمنة إنه السلوك الغذائي أصبح يمتاز باستهلاك أو تجنب استهلاك الأغذية الصحية، وهي التابل بيورجينا أنه الأطفال اللي بتناولوا وجبة من الفواكه والخضار يومياً نجد أنها لا تشكل حوالي أكثر من 15 إلى 30%، يعني لو أخذنا الإمارات مثلاً 18.5% فقط من أبنائنا بيستهلكوا 5 وجبات من الخضار والفواكه يومياً. طبعاً أيضاً لو حاولنا نركز على موضوع الـ proportion student اللي هم من 13 ل15 سنة اللي بيشربوا مشروبات غازية مرة أو أكثر، نجد كمان في جميع الدول هنالك نسبة كبيرة جداً من الأطفالنا بدأوا يستهلكوا المشروبات الغازية، زي ما نعرف هاي عالية جداً بالسعرات والسكر وهي أحد أسباب السمنة. ولو أخذنا الإمارات حوالي عندنا 34% من أطفالنا بيستهلكوا المشروبات الغازية بشكل يومي. أيضاً لو أخذنا الأكل الصحي أو الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات، نجد أيضاً أنه الغذاء غير متوازن، لأنه صار شفت ما من الغذاء الصحي للغير صحي، وبالتالي قلت المأخوذ أو الانتيك من المايكرونيوتريان زي فيتامين A، فيتامين E، سي أو دي والفوليت. كذلك لو أخذنا الآيرون والكالسيوم والزنك أيضا هنالك نقص، يعني قد يتفاوت من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام هنالك نقص وهناك زيادة في نسبة الأنيميا وخاصة ما بين البنات والأطفال. طيب هذا الدايجرام بورجينا بشكل، إذا أردنا أن نفهم مشكلة السمنة ومشكلة زيادة الوزن هنالك شقين يجب أن نركز عليهم، اللي هو الفود والبيفرج انتيك والنشاط البدني. طبعا زميلنا راح يتحدث عن الفيزيكال اكتيفيتي، فأنا راح أركز على الغذاء، بس دائما حكينا أنه موضوع الغذاء الصحي هو موضوع سلوك behavior sitting، هو أيضا يتعلق في تركيبة المجتمع والوعي لدى الأهل لدى المجتمع. وهذا الدايجرام بورجينا أنه كيف دور كمان جميع السيكترز، الإعلام، الميديا، الماركتينج، له تأثير على زيادة أو تغيير أنماط الاستهلاك والبيئة الغير صحية للطفل. طبعاً إذا بدنا نركز على الغذاء الصحي عندنا 3 أشياء نركز عليها: السكر والدهون والملح، وزي ما عارفين هاي بتسبب الأمراض المزمنة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى أن السكر بيسبب يعني مشكلة تسوس الأسنان. هناك دراسات أثبتت أن استهلاك السكر له علاقة بصحة الفم والأسنان.
طبعا اذا اخذنا في منطقتنا العربيه احنا بنستهلك 3 أضعاف أو 4 أضعاف الريكومندد انتيك بالنسبه للسكر، يعني بعض الدول بيوصل تقريبا الاستهلاك السكر حوالي 80 جرام باليوم، احنا مسموح لنا 35 جرام في اليوم للرجال، وللاطفال وللستات 25 جرام، يعني احنا بمعنى اخر قد نستهلك 3 أضعاف أو 4 أضعاف. برضو زي ما حكينا احنا لو اخذنا الوجبات السريعة، يعني بس وجبة واحدة للبيج ماك أو مع الشيبس ومع الكوكا كولا بتعادل 11 حبة موز أو 14 حبة تفاحة أو 18 حبة برتقال. فتخيل يعني لو قدمت الغذاء الصحي لطفلك مش راح يستهلك الكميات اللي بيستهلكها في وجبة واحدة. أيضا لو أخذنا استهلاك المشروبات الغازية في بلادنا، هنا 3 دول إحنا حطيناها ودولتين، في شارب إنكريز، زيادة ملحوظة. الآن كمان السكر الخفي الموجود بالحلويات والأغذية المعلبة، يعني إحنا علبة كوكا كولا تقريبا فيها 9 معالق سكر، لذلك لازم نركز على العمل مع الشركات بأنها تخفض الحجم العبوة ومحتوى السكر. وكذلك في عندنا بعض المنتجات زي الأغذية المعلبة فيها كمية، وطبعا نفس العملية فيها نسبة عالية من السكر. طبعا احنا ايش عملنا في WHO؟ احنا حطينا framework of action للobesity prevention، وحطينا بعض الإجراءات اللي ممكن الدول تتبعها، من ضمنها طبعا اللي هو التسويق الصحي للأغذية الصحية، إضافة التاكسز على السوفت درينك، وقف الدعم للسكر، وطبعا دعم الخضار والفواكه، التغذية المدرسية. لحد الآن ما عندنا نظام تغذية مدرسية صحي وإحنا بنحكي عن السمنة في جميع الدول، حتى في الدول الغنية ما شفتش ولا دولة عندها نظام تغذية مدرسية صحية تتبنى أو تدعم الدول. هذا أحسن حل وأفضل حل. كمان زي ما احنا حكينا في عندنا احنا ريجوليشن وفي عندنا قوانين تضبط العمليه، بس بحاجه لتنفيذ. هذا المؤشر او ملخص احنا وين بالدول اللي طبقت بعض السياسات. حقيقه في عندنا سياسات وفي عندنا تشريعات، لكن التطبيق والتنفيذ لا يزال في عندنا مشكله كبيره في معظم الدول. لكن احنا ماشيين كويس، في عندنا تشريعات، لكن نركز على الاكشن على الامبلمنتيشن، وبدنا تضافر جميع الجهود. هنا عندي سكسس ستوري، دول الخليج يعني بالذات وضعت ضرائب على المشروبات الغازية. هاي السعودية زي ما احنا شايفين صار شارب ريدكشن او نقص كامل في كميات الأغذية السوفت درينك المباع بالأسواق، لأنه أصبح السعر غالي، الناس بطلوا الأطفال يقدروا يشتروها، خاصة الناس الأقل دخلا. ايضا هذا طبق في جميع دول الخليج في والمغرب، وزي ما احنا شايفين في يعني اكشن او تاثير ممتاز. الان نتحدث على موضوع البريست فيدنج. البريست فيدنج يا جماعه هو اول تدخل بحمينا من السمنه. الطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه هو اقل عرضه للسمنه والامراض المزمنه، ولذلك هو استثمار وهو رخيص، كوست افكتيف. الحليب الاطفال وتشريعاته موجودة، لذلك بنراعي طبعا، والإمارات والشارقة يعني بنهنيها على هذا الإنجاز اللي هي الرائدة في تطبيق المستشفيات الصديقة للطفل، أيضا في تطبيق الكود. ولذلك يعني إحنا عايزين جهود من جميع دول الإقليم بأن تحذو نفس حذو الإمارات وأن تساعد في هذا العملية. بالنهاية يعني أنا أريد أن ألخص بشكل مبسط أنه صحة أطفالنا وشبابنا مرتبطة بأنماط الاستهلاك الصحية وطبعاً البيئة المحيطة. هنالك زي ما بنعرف في بيئة جيدة، في دعم للنشاط الرياضي، في عنا الموضوع الأغذية والاستهلاك الأغذية. لازم نركز على الحضانات، نركز على المدارس. يعني أنا بشوف إنه المدارس هي أكبر استثمار لجميع الدول ولأطفالنا. إذا غيرنا سلوك الأطفال في المدارس وخلينا جميع المتعهدين أو بيطبقوا نظام تغذية مدرسية صحية، وحتى الدولة تدعم يعني حبة تفاح باليوم، حبة موز، بالإضافة إلى تخصيص وقت كافي للطفل بحيث يتناول الغذاء الصحي من خلال بيئة صحية مدرسية، أكيد راح نستطيع
نشجع أو نحارب السمنة. طبعاً بالإضافة إلى ذلك إحنا نوقف دعم السكر بجميع أشكاله، أيضاً تخفيض نسبة السكر في المشروبات الغازية، زيادة النشاط البدني، نحاول كذلك نقلل الدهون المتحولة. يعني إحنا فقط بحاجة لمواصفة لتقليل نسبة الدهون المتحولة، 70% من الأغذية بتاعتنا مستوردة. أنا بحتاج لقرار بأنه يمنع استيراد أو تصنيع الدهون المتحولة. خلاص الملح لازم يكون في عندنا. طبعا في بالإمارات مواصفة جيدة للخبز، بس برضو بدنا لجميع المعلبات وجميع المنتجات خاصة الأغذية للأطفال الشيبسي إنه يقلل فيها نسبة الملح. يعني بالنهاية بقول إنه إحنا عايزين تضارب جميع الجهات إنها تشتغل مع بعض، وإحنا في منظمة الصحة العالمية دائما نعمل بشكل وثيق مع دولنا ومع قياداتنا الصحية في الإقليم، وهنالك تعاون، وإن شاء الله يعني نعمل سويا من أجل صحة أبنائنا وأطفالنا. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور الجوالدة، حقيقة يعني ورقتك مليئة ب نسب يمكن تكون صادمة وتكون مؤسفة وتكون وتسبب لنا الحزن صراحة، يعني خاصة في دول الخليج. وللأسف يعني لما تفضلت في البداية قلت إن بداية يعني حديثك إن الترف والغنى هو يسبب المرض، وهذه معادلة يعني إحنا ما نحب إن يعني نخليها قاعدة، ولكن هذا الواقع حقيقة. إن شاء الله إحنا يعني بنتناول الأسئلة في نهاية الجلسة. شكرا جزيلا على الورقة الحقيقة مفيدة وبها كثير من المعلومات اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا يعني تستحق كثير من القرارات. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. محدثنا الثاني من دولة الكويت الشقيقة الدكتور أحمد محمد عبد الملك. دكتور أحمد استشاري طب العائلة، زميل الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة، حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد الكويت للتخصصات الطبية عام 2012، حاصل على زمالة طب العائلة من الكلية الملكية من المملكة المتحدة عام 2012 في الانترناشنال MRCGP، حاصل على شهادة الكريوس في الطب والجراحة مع مرتبة الشرف من الكلية الملكية للجراحين في دبلن إيرلندا عام 2005، مؤلف لعدة كتب ما بين 2015 إلى 2020 حقيقة تتناول مواضيع مفيدة وجذابة وملفتة لتناولها، تشجع أن الواحد يقرأها حقيقة، مثل كتاب خرافات طبية، ماذا تختار، موزة صفراء أم خضراء، 50 اختيار لصحة أفضل، قواعد الصحة 50، هل الأصلع يحتاج شامبو، طيب أم شرير، كتاب حمية الكيتو سنة 2020. مهتم بالتوعية الطبية وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، له حسابات على الانستغرام وتويتر، شارك في العديد من البرامج والحوارات التلفزيونية في تلفزيون الكويت، في الراي، الوطن، تلفزيون دبي والعربية، مقدم برنامج كلام دكاترة، كما شارك في تقديم برنامج بالإمكان في رمضان على تلفزيون الكويت، ومقدم أيضا برنامج دكتورز على إذاعة صوت الشباب. أهلا وسهلا فيك دكتورنا العزيز، تفضل. مشكور وأرجو الالتزام مثل الدكتور جوالدة بالوقت، تفضل شاركنا الشاشة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي تحية طيبة لكم، شكرا دكتور أمين على المقدمة الجميلة، وأشكر الدكتور أيوب على المحاضرة الجميلة والرائعة، وتحية لكل حضور. وقبل لا أدش ودي أعبر عن مشاعري إن أنا مشتاق إلى الإمارات يعني ولا الشارجة، يمكن هذه أطول مدة أنا ما أجي فيها، فرقتنا الكورونا، لكن إن شاء الله يعني جمعتنا التكنولوجيا وإن شاء الله نجتمع قريبا. أنا راح أتكلم في شق يخص المكملات والفيتامينات فيما يخص صحة الأطفال، وقبل أن ندخل في هذا الجانب فقط يعني دقيقتين من الشرح العلمي البسيط حول التغذية واحتياجاتنا من التغذية سواء للصغار وللكبار. أجسامنا تحتاج إلى قسمين من التغذية، قسم يسمى ماكرو نوتريشن أو التغذية الكبيرة، وقسم يسمى مايكرو نوتريشن أو التغذية الدقيقة. الماكرو نوتريشن أو التغذية الرئيسية تعتمد على العناصر الرئيسية من الدهون والبروتين والكربوهيدرات، بينما المايكرو نوتريشن هي مجموعة من العناصر الدقيقة اللي الجسم يحتاجها بكميات ضئيلة جداً لإتمام العمليات الحيوية في الجسم، مختلف العمليات الحيوية
وهذه تضم الفيتامينات وتضم المعادن وتضم مضادات الأكسدة، فهي لها أدوار رئيسية في صحة الجسم خصوصا بالصغار، لكن أيضا في مختلف الأعمار. دكتورة أمينة والمتابعين الكرام، أنا طبيب عائلة، من أشهر السيناريوهات التي تأتي في عيادتنا أم حريصة ما شاء الله عليها، تأتي إلى العيادة وتقول دكتور اصرف لي فيتامينات، طفلي شوية ضعيف، طفلي لتقوية المناعة عشان الوقاية من الكورونا، فدكتور اصرف لي فيتامينات. وللأسف الشديد، وراح أكون صريح يعني معاكم، أن هناك بعض الممارسات الطبية، طبعاً أسهل شيء أن الطبيب يجيب الوصفة الطبية ويكتب وخلاص انتهى الموضوع، بينما الصحيح هو محاولة شرح الموضوع بصورة علمية وأخذ وقت من العيادة المزدحمة، وأخذ وقت من الصداع، وأخذ وقت من هذه الحياة المزدحمة لإعطاء 3 أو 4 دقائق لنشرح للأم عن يعني عن سر التغذية الطبيعية والفرق بينها وبين المكملات والفيتامينات. وهذا اليوم راح نتكلم عنه، وأنا يعني أشكركم على إعطائي الفرصة للتكلم بهذا الموضوع. الفيتامينات والمكملات هي جزء مهم من الصحة، وهي جزء لها مكانها، فقط مكانها اللي يعني له فقط أدوار يعني محددة، يعني جدا الطبيب هو اللي يختار، هي ليست للجميع. غير صحيح أن الفيتامينات على الإطلاق تقوي المناعة، غير صحيح أن المكملات الغذائية تعزز الصحة. الفيتامينات والمكملات لها أدوار بالطب، مثال الحامل تحتاج إلى الفوليك أسيد أثناء الحمل لمنع التشوهات الجنينية، هذا استخدام معتمد وصحيح 100%. بعد عمليات السمنة يحتاج الشخص إلى مكملات غذائية، هذا كلام صحيح 100%. مرضى السكر يحتاجون إلى مكملات فيتامين B12، صحيح 100%. الأطفال اللي عندهم نقص في فيتامين دال يحتاجون أحياناً إلى مكملات الشخص. فالمكملات والفيتامينات لها أدوار رئيسية. لا لا لا، أتمنى أن يفهم أن نحن ضد هذه الفيتامينات، نحن ضد ممارسة الآن راح نتكلم عنها. وخلونا أيضاً أضرب مثال شائع جداً فيما يخص الفيتامينات، أي أحد يصاب بنزلة برد أو الآن نزلة كورونا، من الأشياء اللي متدارج على الناس أنه يروح يأخذ لحبة فيتامين سي الفوارة، صح؟ يعني وايد ناس يعني يفعلون هذا الشيء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه، بينما الدراسات تقول أن هذه الفيتامين سي الفوار لما تأخذه في حزة البرد ليس له دور لا بالوقاية ولا تقليل الأعراض ولا تقليل مدة الإصابة، فليس له دور إطلاقاً أو فائدة تذكر، مع أن هي عملية الكل يستخدمها وأيضاً ممكن تصرف من بعض الأطباء. لكن وهذا مثال اللي أبي أوضحه وأبي أضربه، إذا أتيت بمصدر طبيعي لفيتامين سي، وخلني يعني أضرب مثال من عائلة الحمضيات، البرتقال أو الليمون وما شابه، إذا يبنى حبة فيتامين سي ويبنى حبة برتقالة، سنجد الملاحظة الأولى أن تركيز فيتامين سي في الحبوب أضعاف الموجود ببرتقالة. لماذا؟ لأن وهذا السر يعني من أسرار التغذية، أن عملية امتصاص الفيتامينات والمعادن من المصادر الطبيعية بالجسم ميسرة، أسهل بكثير، امتصاص يكون أوبتيمم، يكون عالي جدا، وعلى العكس الامتصاص من المصادر الطبيعية يكون قليل جدا، لذلك يتم مضاعفة الجرعات أو تركيز الجرعات في المكملات. رقم 2، عندما تأكل البرتقالة فأنت قاعد تأخذ باكج أو تأخذ مجموعة، هي مو بس فيتامين سي، تأخذ ألياف وتأخذ مضادات أكسدة وتأخذ سكريات طبيعية، فهو باكج وفائدة كبيرة جدا، بينما في حبة الفيتامين سي أنت فقط يعني تأخذ فيتامين سي، هذا ممكن بعض الحبوب فيها كالسيوم لكن أنت فقط تأخذ شيء واحد. طبعا هذا الحين هذا فرقين رئيسيين. الفرق الثالث هو أن البرتقالة لذيذة، ليس كذلك؟ البرتقالة لذيذة الطعم والحبوب ليس لها طعم، هذا الفرق الثالث. والفرق الرابع اللي يجب أن يذكر، يعني كون نحن أطباء يجب أن لا ننسى هذا الشيء، خالق البرتقالة هو الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، والحبوب الصناعية تصنعها الشركات. فحبيت أضرب هذا المثال، أحط لكم الفيتامين سي بكفة
والبرتقالة بكفة سترجح كفة البرتقالة في كل هذه الأشياء. زد وأضف إلى ذلك موضوع إنه لا توجد دراسات أصلاً يعني تؤكد أو تشير أن فيتامين سي له دور في الوقاية من نزلات البرد في الاستعمالات التي نفعلها. نرد على الأم اللي بالعيادة، الأم الحريصة التي أتت وتريد أن تصرف لطفلها ويعني مجموعة من الفيتامينات أو المقويات لتعزيز الصحة والمناعة. يكون الحوار معها أول شيء أن يجب أن نأخذ الطفل نموه وتاريخه المرضي ونتأكد أن أموره سليمة جدا ولا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية. عدا ذلك التغذية السليمة المتوازنة هي الأساس للصحة، فيتم توصيتها أن أكل الطفل يكون متوازن وصحي يغطي حاجاته، أن نظام الطفل الغذائي به سناك فاكهة مرة باليوم، أن في قدر من المكسرات، أن في قدر من البروتين الطبيعي. كل هذه ستعطي الطفل احتياجاته الكاملة لتعزيز الصحة ولتعزيز جهاز المناعة. أضف إلى ذلك، وهذه جملة دائماً أقولها للأمهات، نحن نعرف أن الأطفال شوية عسرين بالكويتي، يعني شوية صعب غرس القيم الغذائية لديهم. لذلك الأم تحتاج أن تعمل قليلاً، أن تخلي الطفل يشاركها، إما الذهاب للجمعية لاختيار الفاكهة اللي يحبها، إما تخليه يشاركه غسيل الفاكهة وقطع الفاكهة، وإما بسياسة الترغيب والتحبيب بوضع مكافآت للطفل اللي ياكل أكل الصحي، الطفل اللي باليوم ما شاء الله عليه ياكل مكسرات، نسوي مثلا ستار شارت أو ورقة نضع فيها إذا في أطفال بالبيت، نسوي نوع من المنافسة الشريفة الطيبة لهم أو بالجواز أو ما شابه، وتأكدوا الجهد الذي تبذلونه في أطفالكم سوف يكون سلوك يأخذوه طوال حياتهم. الطفل اللي تعود أنه يأكل موزة صباحاً أو تفاحة صباحاً سيستمر لذلك طوال حياته، والعكس صحيح. الطفل اللي اعتاد على الذهاب للمدرسة بحلويات أو شيبس كما أشار الدكتور، أنا أسميها ثلاث أشياء الشريرة، السكر والملح والدهن، اللي متذوقات فمه تعودت على هذه الأشياء غالباً للأسف الشديد سيستمر ذلك طوال حياته. أنا أضم صوتي للدكتور أيوب على موضوع التغذية، وأنا أسميها الجرائم الغذائية التي تعمل لجيل من الأطفال. قبل فترة دكتورة أمينة وأنا أستعرض صوري الشخصية، أنا لست كبير وايد بالسن، فعندي صورة وأنا بالابتدائي دكتورة أمينة وإحنا بالصف الحكومي 32 طفل، كل اللي بالأطفال ضعاف ضعيفون، يعني ضعاف، يعني في واحد شوية متبتب. أنا كطبيب عائلة نروح المدارس ونسوي فحص يعني ما قبل الكورونا، خلال جيلين يعني خلال 20 سنة أصبح العكس هو الصحيح، أصبح معظم اللي بالصف من الأطفال ما شاء الله متبتبين ومتان، والاستثناء هو واحد أو اثنين من اللي بنيتهم يعني ممكن تكون معتدلة. وهذا التحول هو تحول خطير تم خلال يعني جيل 20 سنة أو 25 سنة. أسبابه كما أشارها الدكتور، النظام الغذائي السيء، قلة الحركة، التكنولوجيا الحديثة، الطلبات صارت بسيطة جدا من المواقع، الطفل صار يطلب أيضا من دون الوالدين. لذلك اختصار لما أريد أن أقوله أن المناعة والصحة للأطفال والصغار تقوم أساسا على التغذية الطبيعية، وليس هناك دور للمكملات أو الفيتامينات الصناعية إلا في حالة الحاجة إليها، وهذا يقرره الطبيب. سلوك نأخذ المكملات والفيتامينات عمياني قد يضر أكثر مما ينفع، وخلني يعني أضرب بعض الأمثلة. اللي يأخذ مكملات عمياني ممكن فيتامين إي بجرعات كبيرة ممكن تؤثر على سيولة الدم، فيتامين إي بجرعات كبيرة ممكن تؤثر على المرأة وعلى الحامل، وقس على ذلك أي شيء إذا زاد عن حده انقرب حده. ودائما نقول أن جرعات الفيتامينات هي جرعات مضاعفة جدا ولا يجب أخذها من دون استشارة الطبيب. النقطة الأخيرة التي أشدد وأكرر عليها أنه يجب بذل جهد بالعائلة لغرس التغذية السليمة والسلوكيات الطيبة، وتأكدوا مما أن تغرسون هذه السلوكيات سينعكس ذلك على سلوك دائم جدا. قبل أن أختم أبي أشارككم تجربة شخصية
جربناها في بيتنا، وهي سلوك استبدال الخبز الأبيض أو التوست الأبيض بالخبز الأسمر والتوست الأسمر عند الأطفال. كيف حدث ذلك؟ سوينا هذه التجربة مع الوالدة الله يحفظها، إن طبعاً هاي كانت السنة اللي طافت قبل الكورونا، إن مثلاً إحنا نبدأ عندنا الدوام يوم الأحد، الوالدة قالت حق كل أطفال البيت إن من يوم الأحد بدال التوست البيضة والخبز الأبيض والصمونة البيضة سيكون هناك التوست أسمر. لكن رقم واحد، المصروف المدرسي سيضاعف، فهو من باب الرشوة الشرعية ولا بأس بذلك، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، عند انتهاء الأسبوع كل طفل سينهي وجبته له هدية مميزة وقيمة. موافقين؟ طبعاً كل أطفال وافقوا لأن فيها فلوس زايد، بيزات زايدة وفيها هدية. وفعلاً اليوم الأول الوالد حط التوست أسمر مع لبنة، اليوم الثاني مع زعتر مع جبنة، ومع نهاية الأسبوع عطيناهم الجوائز. الأسبوع اللي بعده الوالدة ما قالت لهم شيء، وضعت التوست الأسمر والخبز الأسمر، ومن يومها استمر ولا يدخل التوست الأبيض والخبز الأبيض. سر ذلك أن تغيير التذوق أو تفضيلات التذوق لا يحتاج وقت طويل، يحتاج إلى أسبوع حتى تعول فمك على الخبز الأسمر أو المعكرونة السمرة وما شابه. فهذه تجربة شخصية لي، يعني أقول لكم وبشكل عملي أن تغيير العادات والسلوكيات الغذائية والصحية عند الأطفال ليس صعب كما تتذوقون، وإنما يحتاج شوية جهد وشوية تكتيكات. شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه الورقة أو الحديث حقيقة الشيق، والذي يعني يبين لنا أن هناك في معتقدات خاطئة بتناول الفيتامينات. الواحد ساعته هو اللي يشخص نفسه ويقول والله أنا حاسة اني ضعيف، او اني حاس اني يعني احتاج اني اخذ فيتامين سي، وهذه معلومه حقيقه. انا اعتقد ان احنا في دولنا نحتاج الى هذا الوعي، نحتاج الى هذا الحديث الذي يتقرب من عقول وقلوب الناس عشان يعرفون في كثير من المعتقدات الخاطئه حقيقه، خاصه في تناول الاغذيه. ومثل ما تفضلت اليوم حقيقه الدليفري وال يعني سهولة الوصول إلى مثل هذه الأغذية الغير صحية أصبح يسر وسهل ووسائل سهلة، ونتمنى حقيقة أن احنا نطلع بتوصيات من هذا المؤتمر لتعزيز السلوكيات الصحيحة. ويجب أن على الأم، يعني تجربتك كثير حبيتها صراحة، لأني أنا قاعدة أحاول من فترة مع بناتي أني أنتروديوس الأسمر ماكو فايدة. فحقيقة هذه سلوكيات الواحد يعني يتعلمها ويحاول أنه هو يطبقها على أساس أنه يكون أيضا تناول الغذاء والحركة والأمور هذه كلها سلوك واقتناع داخلي. شكرا جزيلا دكتور. محدثنا التالي والغني عن التعريف الدكتور أسامة كامل لالا، أخصائي توعية رياضية في مجلس أبوظبي الرياضي، حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في فيزيولوجية الجهد البدني والصحة، خبرة تمتد لأكثر من 30 سنة في مجال النشاط البدني والصحة والتغذية والسمنة، أخصائي برامج توعية رياضية وأمراض قلة الحركة، مدرب ومحاضر دولي معتمد في مجالات السمنة والنشاط البدني وفي تغذية الرياضيين والسلوكيات الصحية للرياضيين وأمراض قلة الحركة وأسلوب الحياة. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل بهدف توعية أفراد المجتمع، نشر العديد من الكتب والبحوث حول أسلوب الحياة الصحي، له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية وقنوات التواصل الاجتماعي. دكتور أسامة تفضل شاركنا ورقتك. السلام عليكم جميعا، حقيقة يسعدني مزاملة زملائي بهذه جلسة العلمية، وأنا حقيقة يعني أثني على حكومة الشارقة سمو الشيخ جواهر وسمو الدكتور الشيخ سلطان على الحراك الصحي قبل الكورونا وأثناء الكورونا وفي كل الحالات، وعلى النهضة اللي متعلقة بموضوع الصحة وتعزيز صحة الأسرة وصحة المجتمع. وهذا المؤتمر الثامن اللي إحنا إن شاء الله دائما يستمر هذا المؤتمر. الحقيقة خليني بس أبدأ أحط الأعرض السكرين، اسمحوا لي. أنا هتكلم اليوم عن دور النشاط البدني والحركي في عملية تعزيز الصحة، وأيضا نتكلم عن هل فعلا النشاط البدني والحركي عامل إيجابي في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة
وخصوصا فيما يرتبط او يتعلق بتعزيز الجانب المناعي. الحقيقه المهمه جدا حتى لما نتكلم على موضوع النشاط البدني او على الصحه، الانسان يتعامل معه كجزء متكامل من حيث الجانب البدني والجانب النفسي والجانب الروحي والجانب العقلي والبيئي حتى نصل الى موضوع الويلنس او موضوع الصحه. اذا حقيقه يجب ان نعلمها جميعا، وهذه الاولياء الامور، يعني لو ابني كان الاول على المدرسه او الاول في الجامعه وهو يعاني من الامراض، فبالتالي الصحه هي الاهم، واكبر خيانه قد يتعرض لها البشر هي خيانه الصحه وليس خيانه البشر. عشان هيك بنحكي العافيه قرار، يجب اني انا ابدا بتغيير افكاري لحتى اصل الى موضوع تعزيز الصحه وليس كردة فعل. للأسف إحنا ردود فعل، أنا مرضت بروح على الدكتور، أنا زاد وزني، ببدأ أعمل رياضة وأعمل برنامج غذائي إلى ما لا نهاية. يجب أن يكون قرار ذاتي حتى أعزز أنا موضوع الصحة. السلايد اللي قدامنا جدا مهم، لازم نعرفه علشان نعرف شو مفهوم النشاط البدني والحركي. كلنا بنعرف إنه في الطاقة اللي بصفها الجسم بتقسم إلى ثلاث أنواع: الطاقة هضم الطعام نتيجة هضم الطعام داخل الجسم البشري 10%، وطاقة صرف السعرات الحرارية الناجمة عن الفيزيكال اكتيفيتي أو النشاط البدني تقريبا من 20-30%. ولكن الأيد القاعدي اللي هو يسمى قاعدة التململ اللي هو نمط حياتنا وأسلوب حياتنا من 60-70%، فهو الأهم اللي حنشوفه بعد شوي شو علاقته بصحتنا. في إشي اسمه زي تذكروا قديما كان هرم الغذائي، في الهرم النشاط البدني. لما نيجي على هرم النشاط البدني، قاعدة الهرم تركز بشكل أساسي على نمط حياتي، المشي، الذهاب إلى المسجد، صعود الدرج، نمط حياة، تنظيف الغرفة، تنظيف البيت، العمل في الحديقة. المستوى الثاني نشاط بدني، أنشطة بدنية أنا بمارسها، أنا بقوم في ممارستها، مشي، جري، نط الحبل، سباحة، كرة قدم إلى ما لا نهاية. المستوى الثالث وهو المستويات الجدا مهمة فيما يتعلق في المرونة ويتعلق في القوة العضلية اللي هي مشكلة أساسية، أحد أسباب المشاكل الصحية وموضوع السمنة والسكري والأمراض المزمنة ضعف القوة العضلية أو ضعف العضلات، لأنه العامل المشترك ما بين السمنة والشيخوخة هو فقدان الكتلة العضلية. وأخطر شيء اللي هو لازم نقلله الجلوس والخمول وقلة الحركة الذي أصبح يعتبر حاليا السبب الرابع أو المسبب الرابع للوفيات، يفوق عدد الوفيات اللي بالسكري وضغط الدم وأيضا حتى بعض أنواع السرطانات نتيجة الخمول البدني. لما نيجي على شوف الأمراض الناتجة عن قلة الحركة والخمول، السكري من النوع الثاني، أمراض أيضا السمنة وضغط الدم، أمراض القلب وتصلب الشرايين، هشاشة العظام، الكوليسترول، أيضا السرطانات، وإضافة إلى ذلك إنه قاعدة علمية إنه هذا الجسم البشري يخضع لمبدأ فيسيولوجي يوزت أور لوزت، العضو الذي لا يعمل يفقد وظيفته. عضلاتنا، جسمنا يحتاج إلى الحركة. لما نتكلم عن العلاقة بين النشاط البدني والمناعة، حقيقة بالآونة الأخيرة يعني قبل الكورونا وحتى أثناء الكورونا، يعني ألوف من الدراسات طلعت تتكلم عن أهمية الحركة والنشاط البدني في ظل الحجر وفي ظل الظروف الراهنة لتعزيز المناعة. وجدوا أن هناك علاقة سلبية عكسية، أي كلما انخفض النشاط البدني كلما انخفضت المناعة، والعكس صحيح. يعني حقيقة هذه الدراسات تؤكد بأنه الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني والحركة كأسلوب حياة فيما يتعلق لا يقل عن 3-5 أيام بالأسبوع أنشطة بدنية هوائية، الجري، المشي، نط الحبل، السباحة، إلها علاقة إيجابية طردية في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وبالتالي انخفاض احتمالية الإصابة في الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفس العلوي بنسبة لا تقل عن 50%. إضافة إلى ذلك، لا سمح الله إذا أصيبوا في الأمراض، سرعة الريكفري أو سرعة الاستشفاء عندهم بتكون عالية. الحقيقة هناك كثير من الدراسات حول التفسير هذه النظريات علاقة النشاط البدني بالصحة والمناعة. منها نعرف طبعا أنه إحنا كل ما لعبنا رياضة أو كل ما تحركنا، كل ما زادت كمية الدم اللي عم بضخها القلب، فبالتالي الصديق العزيز للخلايا الجسم والجهاز المناعي هو الأكسجين. فبالتالي الدراسات بتحكي أنه ممارسة النشاط البدني تساعد على تحسين دوران خلايا الدم البيضاء بشكل سريع جدا، فتصل إلى الأماكن تؤدي إلى عملية تعزيز الوقاية أو مكافحة الفيروسات الضارة. نظرية الثانية بتحكي أنه إحنا مجرد بس نعمل الحركة والنشاط البدني حرارة الجسم ترتفع، ارتفاع الحرارة الجسم يتعامل معها على إنها حالة مرضية، فيؤدي إلى تنشيط الجهاز المناعي
وايضا كريات الدم البيضاء. النظريه الثالثه وهي من اهم النظريات انه النشاط البدني والحركي يساعد ايجابيا على افراز منظومة هرمونات السعادة الأندروفين والسيروتونين والدوبامين، وأيضا يخفض الكورتيزول والأدي بعد انتهاء الجهد البدني، وهذا يساعد على تحسين جودة النوم الليلي ويساعد أيضا على عملية تحسين الحالة النفسية في كل. فالحالة النفسية أيضا أو جهاز المناعي هو انعكاس لحالتنا النفسية، فيتعزز أيضا ما يسمى تطوير الذاكرة المناعية التي تساهم إيجابيا في تحسين الغدة السعترية والجهاز اللمفاوي اللي هو الجهاز اللمفاوي بطيء خامل يحتاج إلى حركة حتى يقوم بطرد الفضلات والسموم. هذه العلاقة إيجابية وطردية مع الأنشطة البدنية الهوائية. الأنشطة البدنية الهاي انتنسيتي العلاقة عكسية يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي، وحنعرف بعد شوي كيف. طيب أيضا من النظريات الأخرى اللي هي أنه عملية النشاط البدني والحركة حكينا الدم يزداد، معدل ضربات القلب قد تزداد إلى أكثر من 150%، وهذا يساعد على عملية وصول الأكسجين وأيضا سرعة التخلص من الفضلات. الرجع الوريدي يسير وخصوصا في المشي والجري، يزداد كفاءة الرجع الوريدي، فبالتالي يعزز من عملية طرد الفضلات وطرد السموم، وهذا يساعد إيجابيا على إعادة تنظيف الجسم والتخلص من الفضلات والسموم وتعزيز الجهاز المناعي. وخصوصا أيضا الدراسات بتأكد بأنه أهم وظيفة للنشاط البدني والرياضة هي زيادة نسبة الخلايا الجذعية في الدم ورفع نسبة التجديد اللي هي الأنسجة، وهذا القاعدة الأساسية بأنه يساعد في عملية انقسام الخلايا وتجديدها وخصوصا الخلايا النائمة أو الخلايا الضعيفة، فهذا يساعد إيجابيا. وأفضل الرياضات طبعا كل الرياضات مهمة، الهوائية حتى المشي جري، لكن أفضلهم السباحة. ليش السباحة؟ لأن المي تلعب دور مباشر جدا في عملية تغيير النفسية وتغيير المزاج، ووضع الجسم داخل المي يختلف عن وضعه في المشي، فهذا يساعد على عملية تحريك وصول الدم إلى الأجزاء بشكل أسرع، إضافة إلى وجود الأكسجين والهيدروجين، ويقلل أيضا موضوع التعرق، فيساعد إيجابيا. أيضا الدراسات بتأكد بأنه الرياضة تحافظ على الجهاز المناعي من التدهور. نعرف إحنا بأنه كفاءة الجهاز المناعي بتكون بالأطفال عند 14 سنة 16 سنة، بعد سن 20 يبدأ الجهاز المناعي بالضعف وعملية فقدان زي القوة العضلية بالضبط. فالدراسات بتأكد بأنه كل ما عملنا أنشطة بدنية وخصوصا عند كبار السن أنشطة بدنية هوائية منتظمة يساعد على المحافظة على الجهاز المناعي وكفاءة الجهاز المناعي ومنع تدهور الجهاز المناعي. وبالتالي الدراسات بتأكد بأنه إذا ارتبط النشاط البدني مع التطعيمات تكون تأثيراته إيجابية أعلى من إنه لو ارتبط تطعيمات لوحدها. هلا العلاقة بتكون عكسية في التدريبات العالية الشدة الهاي انتنسيتي سواء كان للرياضيين أو الناس غير الرياضيين. الأنشطة البدنية عالية الشدة تضعف وتثبت الجهاز المناعي لأنها تؤثر سلبياً على كرة الدم البيضاء وبتزيد الالتهابات وأيضاً تقلل من نشاط الغدة اللمفاوية وتقلل إفراز الأجسام المضادة، وبالتالي أيضاً تؤدي إلى استهلاك المخزون من نخاع العظم، وهذه الشدة تساعد على عملية ضعف الجهاز المناعي. أيضاً التمرينات المجهدة لما نعمل نشاط بدني أو رياضة عالية الشدة الجسم يبدأ الإنسان لا شعورياً بالاعتماد على التنفس عن طريق الفم بدل الأنف، وهذا بيؤدي إلى سرعة التلوث ودخول هواء بارد إلى الجهاز التنفسي، وهذا يؤدي إلى عملية تقليل من نشاط الخلايا المبطنة ويؤدي إلى سرعة دخول الفيروسات وانتشارها بالجسم. بتسرب أيضاً نتيجة الجهد البدني لأنه بصير الهاي انتنسيتي بصير عندي الشوارد الحرة عالية نتيجة أنه حكينا محتاجين أكسجين أكثر، فالهارت ريت بيزداد، فالشوارد الحرة بتصير عالية جدا، بتسرب هاي السموم عبر جدران الأمعاء لسيما في تدريب الأجواء الحارة، وأيضا يؤثر أنه نخاع العظم نخاع الدم كريات الدم بصير يفرز كريات دم بيضاء غير كاملة النمو، وهذا يضعف الجهاز المناعي، وأيضا أنه يسبب هبوط في الجلوتامين اللي هو المسؤول من في بناء البروتين ومهم جدا لبناء الجهاز المناعي، فيؤثر على خفض المناعة بشكل كبير جدا. أيضا الدراسات بتحكي أنه خفض إفراز الأجسام المضادة للخلايا المثبطة، للأسف أنه انخفاض ملحوظ بثير مع الأنشطة البدنية عالية الشدة ولا سيما في الخلايا التائية القاتلة. أيضا التمرينات بتساعد بشكل كبير جدا على المحافظة على ما يسمى خفض مستويات الكورتيزون، لكن الأنشطة البدنية عالية الشدة شوف المقارنة بين المتوسطة أو معتدلة الشدة بصير فيها ارتفاع بنسبة الخلايا القاتلة من 40% إلى 100%، بعدين بتبعها انخفاض بنسبة 25% إلى 40% لمدة ساعة أو ساعتين. في الأنشطة الهاي انتنسيتي بصير التمرينات الارتفاع من 150 إلى 300 يعني أفضل،
ولكن تحتاج فترة زمنية طويلة للعودة، فهذا يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي. علشان كل التوصيات بأنه الناس اللي بيعملوا هاي انتنسيتي ودرنات عالية الشدة يجب انهم يبتعدوا عن الاماكن المختلطه والمكتظه بعد انتهاء الجهد البدني، لانه الجهاز المناعي بالساعه الاولى بعد الساعه الاولى بيكون باضعف حالاته. اضافه الى ذلك انه الجهاز المناعي نتيجه انه الهاي انتنسيتي بيستهلك كل الجلايكوجين الموجود في الجسم، فده يؤدي الى رفع التاكسد وبالتالي الجسم بصير حامضي. فمن الريكومنديشن المهمه جدا التغذيه مهمه جدا خلال الساعه الاولى بعد الانتهاء من الجهد البدني. أيضا من الدراسات اللي بتأكد على دور النشاط البدني مهم في تعزيز ما يسمى المسح المناعي. كنا بنعرف بأنه المناعة نوعين، مناعة طبيعية بيكتسبها الطفل من أمه عن طريق الحبل السري وعن طريق الحبل وأيضا عن طريق البضاعة والمكتسبة. لكن بنعرف المناعة الطبيعية ما عندها ذاكرة، ما في لها ذاكرة، لكن سريعة باتخاذ القرار. المناعة المكتسبة عندها ذاكرة بس بطيئة باتخاذ القرار. النشاط البدني يؤدي إلى سرعة المسح المناعي ما بين الطبيعية والمكتسبة، فبصير في عملية سرعة اتخاذ القرار بتخليق الأجسام المضادة أسرع من عملية للناس الغير رياضيين أو الخاملين مدنيا. أيضا التمرينات العالية الشدة بتؤدي أيضا إلى عملية ضعف نفسي وفيسيولوجي، تدمير الأنسجة العضلية، وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بتتبعها الناس، إنه بتمرنوا يوميا حديد حديد ما بعطي للجسم راحة، لأنه عمليات البناء الريكفري الجسم الادابتيشن بصير بالراحة، فيحتاج إلى فترة راحة. هاي التمرينات إذا كانت مستمرة ستضعف عملية إعادة بناء العضلات وزيادة الالتهابات في الجسم، وقد تستمر إلى عدة أيام. في دراسة على ماراثون لوس أنجلوس بال84 وجدوا أنه أكثر من 13% من اللي شاركوا في الماراثون صار عندهم ضعف في أو سرعة الإصابة بالأمراض المعدية تخص الرشح والإنفلونزا، استمرت لمدة أسبوعين حتى رجعوا لحالتهم الطبيعية نتيجة أنه الماراثون يعتبر جهد بدني عالي جدا. الصورة اللي قدامنا هون هذه من الأمور الجدا مهمة لما تكلمنا عن السمنة وتكلم الدكتور وتكلم دكاترة الكرام، موضوع دهون البطن، وهذا أخطر. هلأ حاليا تعرفوا أنه أصبحت ظاهرة السمنة المركزية وارتباطها بالميتابوليك سيندروم عالية جدا. وجدوا ايضا انه زياده الوزن عن الوزن عن الحد الطبيعي 10% مع زياده في محيط الوسط من 5 الى 7 سنتي يرتبط ارتباط مباشر في ضعف الجهاز المناعي وخفض كفاءه الغده السعتريه اللي هي موجوده فوق القلب والخلايا المناعيه القاتله وايضا الجهاز اللمفاوي. فبالتالي دراسات تؤكد انه كل ما كان هناك نزول بالوزن، نزول مدروس، نزول صحي ليس على حساب الكتلة العضلية، على حساب الدهون، لأنه الجسم البشري السموم تخزن بالخلايا الشحمية، فسيؤدي إلى عملية زيادة كفاءة عمل الجهاز المناعي ككل وتحسين الصحة بشكل كبير جدا. إضافة إلى ذلك بأن الدراسات بتحكي أنه معظم أمراض السمنة المصابين فيها الأطفال أو حتى بعد منتصف العمر تعود أيضا، إضافة إلى الأسباب اللي تكلم فيها الدكتور الجواندي، تعود أيضا إلى موضوع الحالة النفسية. الحالة النفسية والقلق والتوتر الدائم والمستمر اللي بيغرق الجسم بالكورتيزون يؤدي كردة فعل فسيولوجية لا إرادية أن يقوم الجسم بسحب الدهون من منطقة الفخذين وتخزينهم في البطن، وأيضا يقوم بعملية تدمير الميتوكوندريا فبدي إلى أضعاف الأيض. إذن الحالة النفسية مع الخمول وقلة الحركة والأغذية غير الصحية عوامل مساعدة جدا في ضعف الجهاز المناعي. بس تخيلوا هذا المثال، فرق بعدد الخلايا الشحمية ما بين إنسان طبيعي وإنسان عنده بدانة. الإنسان الطبيعي من 25 إلى 30 مليار خلية، الإنسان البدين من 42 إلى 106. فكل ما زادت عدد الخلايا وحجم الخلايا كل ما انخفض كفاءة الجهاز المناعي. والجميل بالموضوع بأنه الدراسات بتأكد أيضا بأنه اتباع أنمطة أو نمط نشاط بدني عند الأطفال في كافة المراحل العمرية ولا سيما بالفترة الزمنية ما بين 9 و 12 سنة، لأنه صرف الطاقة عند الأطفال هون لا إرادي. بعد سن 11 سنة و 12 سنة يصبح البيئة بتلعب دور، الأسرة، المدرسة، البيئة المحيطة فيه. فبتحكي الدراسات أنه الطفل إذا مارس نشاط بدني سيطر على عدد وحجم الخلايا الشحمية في المراحل العمرية اللاحقة، وهذا يؤدي إلى الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين كفاءة الجهاز المناعي. سواء النشاط البدني، وهذه معلومة مهمة جدا لكل الناس، أدى أو لم يؤدي إلى خفض الوزن، لأنه معظم الناس للأسف تعمل رياضة عشان تخفض وزنها. لا، النشاط البدني متطلب رئيسي، أنا بسميه الفرد السادس، مهم جداً إلي أنا حتى أحافظ على صحتي.
النشاط البدني هذا أدى أو لم يؤدي إلى فقدان الوزن؟ لأنه دائماً بنحكي الوزن على الميزان غير حقيقي، يقول لك أنا عم بعمل رياضة وعم بأكل أكل صحي بس وزني مش عم بينزل، لأن البادي كومبوزيشن هو عبارة عن دهون وعضلات وعبارة عن مي وعبارة عن عظم، إحنا بدنا نخسر الدهون. قد نكون عملنا نشاط بدني واستمرينا بس الوزن ما نزل، بس الكتلة العضلية زادت، الشحوم انخفضت، كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما بعدت عن الأمراض وتحسنت كفاءة الجهاز المناعي، وبالتالي أيضا خصوصا السكر النوع الثاني لأنه له علاقة الأمراض المزمنة بضعف الجهاز المناعي فيساعد على تحسين وكفاءة الجهاز المناعي. طيب هلا بعض الريكومنديشن والتوصيات للناس اللي بقول لك طب أنا يا دكتور وهذا للأسف يعني شماعة، أنا ما عندي وقت أعمل رياضة. الحركة والنشاط البدني لا تحتاج إلى وقت كبير جدا، فالدراسات تؤكد إنه إحنا يمكن تقسيم النشاط البدني إلى خلال 24 ساعة، يعني أنا عندي باليوم 24 ساعة 60 دقيقة بتطلع حوالي 14400 دقيقة، أنا لا أستطيع أني أخصص لوقت 30 دقيقة، ممكن نقسمها 10 دقائق بعد صلاة الفجر، 10 دقائق بعد العصر، 10 دقائق بعد العشاء. كل النشاط البدني سواء كان مستمر أو متقطع له فوائد إيجابية على تحسين كفاءة الجهاز المناعي، ولكن الريكومنديشن إذا كان الهدف من النشاط البدني هو إنزال الوزن يفضل يكون مستمر. ليه؟ لأنه بيساعد كل ما زادت المدة الزمنية كل ما زادت استخدام الجسم أو اعتماد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة. إذن توصية أخرى، ممكن نعمل أنشطة بدنية تكون أكثر فعالية، أنا ما عندي غير 15 دقيقة أمارس نشاط بدني، وهذه الريكومنديشن أنه النشاط البدني حتى يكون فعال يجب أن يؤدي إلى عدم القدرة أثناء الكلام، يعني أنه في زيادة في معدل ضربات القلب، عمالي بلاهد مش قادر أخذ نفس إلى حد ما، هذا فعال. واختبار لكل اللي عم بسمعونا حاليا، جرب اطلع 4 طوابق يعني 4 أدوار الشقة اللي انت فيها، إذا وصلت الدور الرابع وأنت بكامل قدرتك على أخذ النفس وقدرتك على الكلام لياقتك جيدة، إذا هناك بعد الطابق الأول والثاني في لهثان معناته عندك ضعف اللياقة البدنية، يجب أن تعيد حساباتك حتى تؤدي إلى عملية الاستفادة من الحركة والنشاط البدني. ريكومنديشن والتوصيات، الجهد البدني العالي الشدة، يقلل من مستويات الأجسام المضادة وهذا يعرض الجسم للخطر بشكل أكبر وأسرع. الإفراط في التمرينات والتدريبات البدنية أيضا يضعف الخلايا المناعية، الجهاز المناعي بيكون بأضعف حالاته بعد الساعة الأولى. أيضا بنحكي كمان إنه الساعة الأولى يجب إنه تناول التعويض الجلايكوجين وخصوصا الكربوهيدرات المركبة بعد التمرين حتى يساعد على المحافظة على منع التأكسد في الجسم والبناء الكتلة العضلية. المهم جدا إنه عند التدريب نأخذ احتياجاتنا من الغذاء. من التوصيات المهمة أيضا إنه الخمول البدني وقلة الحركة تقصر من العمر كل ساعة 22 دقيقة، مع التدخين تصير 33 دقيقة. المقصود في العمر هنا العمر البيولوجي، العمر الصحي اللي أنا راح أتأثر فيه، لأنه العمر الزمني لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أي نشاط بدني، أي حركة في كل الظروف الحالية، في البيت، في المدرسة، في المكتب، هذا سيساعد اللي هي نظرية التململ، تغيير بسيط لكن راح يعطيني فرق جوهري بصحتي. ما نستهل أو ما ما نستسهل، هاي الخمس دقائق إلها تأثير. الجلوس يعني بعض التوصيات بتحكي لك الجلوس أفضل من الركود، والوقوف أفضل من الجلوس، والمشي أفضل من الوقوف، والجري أفضل من المشي، والتمرينات كلها أفضل في النهاية. أغير نمط حياتي، أستمتع بالبيئة اللي أنا بعيش فيها، أبعد عن الستريس، لأن الريكومنديشن أيضاً وصف من النشاط البدني تفوق فوائدها استخدام الأدوية على أشهر أيدي الأطباء. أستمتع استخدم الدرج، وهذا جداً مهم، أنا قادر أني أغير نمط حياتي، أستخدم الدرج، أغير زي ما حكى الدكتور الخبز الأبيض للخبز الأسمر، كلها راح يكون لها تأثير إيجابي، لأنه في النهاية صحتنا عبارة عن موضوع متداخل، الجانب البدني والنفسي، وأنا أستطيع أني أغير من الفات إلى أنفات إلى أكون أنا لائق بدنياً وعندي قدرات أني أستطيع أني أحقق ذلك. إن شاء الله ما طولت عليكم، شكراً لكم ويعطيكم العافية. شكراً لك دكتور، حقيقة أنا يعني سعيدة وممتنة لكم جميعاً بالالتزام بالوقت. عندي تنويه للسادة الحضور أنهم يدخلون على رابط التقييم على الدردشة للمشاركة في الاستبيان. التنويه الثاني أن الجلسة ستبدأ في الساعة 2:30، الجلسة الثانية بعت المسج. فحقيقة نبغي نفتح باب المناقشة، خلينا نقول عن الجلسة الثانية. الجلسة الثانية ستبدأ في الساعة 2:30 بعنوان الأمراض المزمنة لدى الأطفال واليافعين،
وسيتم عرض ورقة تجربة لمريض سكري بمشاركة فريق من منظمة الصحة العالمية. هذا شيء كثير ممتع وأكيد رح نستفيد. إحنا رح نبتدي الحين في المناقشة، بس قبل نفتح الأسئلة للجمهور والحضور، يعني أنا حقيقة يعني الثلاث ورقات من الأهمية إن إحنا نكون مسؤولين عن أنفسنا وعن صحتنا، إن كل إنسان حقيقة إنه هو يأخذ هذه المسؤولية. أنا بشارككم بس ببحث قمت فيه مؤخرا مع مجموعة من طلبتي حقيقة، وكنا نتناول في هذا البحث ما الذي يدفع أطفالنا إلى تناول الأغذية الغير صحية والمليئة بالدهون والمشروبات الغازية وكل الأشياء اللي انذكرت في هذه الأوراق. فلقينا أن الإعلان عن هذه الأغذية وخاصة الإعلانات الموجودة في الشوارع، كثير من أولياء الأمر يعني يشتكون أن إحنا ودنا أن إحنا نعمل يعني نشجع أبنائنا على تناول الأغذية الصحية، بس لما يشوف الإعلان وهو رايح المدرسة ويشوف الإعلان وهو راجع من المدرسة يشوف الإعلان وهو طالع من البيت. فحقيقة كثير من الدول، وهذه كانت واحدة من توصيات البحث اللي احنا سويناه وإن شاء الله راح ننشره عن قريب جدا، إن يعني يجب أن يكون في قانون. يعني وأنا هذا سؤالي أطرحه لخبرائنا الثلاثة حقيقة، إن يكون في قانون في دولنا يمنع مثل هذه الإعلانات اللي تضر بالأطفال واليافعين حقيقة. وكثير من الدول سوت هذا الشيء، وكثير من الدول يعني طبقت هذا القانون وطلعت بالاستثمار في صحة أبدان هؤلاء وعقولهم ونفسياتهم. الحديث حقيقة ذو شجون، يعني كثير من الأمور أنا استفدت منها. أنا كانت عندي أيضا معتقدات خاطئة بفيتامين سي والفيتامينات والأمور هذه كلها. حقيقة الحين إحنا أعتقد لازم نروح للمنصة الرئيسية على ما أتصور. عشان نشوف ما أعرف صراحة. أيوة الأخوات ما أعرف إذا يعني تدلون على الأسئلة. أنا عندي صراحة سؤال، خليني أشوف بس وين حطيت سؤالي. دكتور اللالة دائما يقول قليل مستمر خير من كثير منقطع، وأنا تعلمت هذا الشيء منه حقيقة. كل ما أحس أني أنا أبغي أوقف الرياضة أتذكر هذا المثل. دكتور، ما هي الأشياء اللي ممكن فعلا تعمل نوع من التشجيع أو الموتيفيشن؟ يعني الإنسان ساعات يعني يصحى من الصبح يلاقي نفسه. أنا من النوع اللي أحب أسوي رياضة صباحا، يعني أنا مش أنا early bird، يعني ما أحب الرياضة فما هي الأشياء اللي ممكن إن الإنسان تحفز الإنسان أو تعمل له نوع من التحفيز على إنه هو يعني حتى شلون يجهز نفسه نفسياً وبدنياً إنه هو يمارس الرياضة بصفة مستمرة؟ السؤال الآخر لدكتور جوالدة، هل الرضاعة الطبيعية لها دور في إنها يعني تخلي الطفل هذا اللي رضع لمدة سنة أو سنتين تمشي حياته التغذوية؟ يعني هل هو رح يمتنع في يوم من الأيام أنه هو ما رح يأكل أشياء يرغب في الخضار والفواكه والأمور، ولا هذا يترتب على أمور أخرى أيضاً على تغذية الأم؟ هل هذه الأشياء لها علاقة أنه لو كبر؟ سعادتك تفضلت أنه اللي يأخذ الرضاعة الطبيعية ما يسمن أو يعني ينمو جسمه طبيعي، وطبعاً له دور هو أيضاً عليه مسؤولية لما يكبر أنه هو لازم يمارس الرياضة وما يتناول الأغذية. بس هل فعلاً الرضاعة الطبيعية لها تأثير مستقبلي على صحة الطفل هذا؟ أيضاً سؤالي الأخير للدكتور أحمد، يعني أكيد أنت قلت أنك تنزل المدارس،
واحنا شفنا في ورقه الدكتور الجوال ده، حقيقه انا لفت نظري الزوم اللي طال 40 اكثر من 40% في الكويت. فحقيقه شنو دور المؤسسات في يعني، هل سوت وزاره التربيه والمدارس تجربه نقدر ان احنا نستفيد منها في انهم يعني يعملون على خفض نسبه السمنه بين الاطفال؟ يعني على مستوى دول الخليج صراحه النسب كبيره ومخيفه. انا الحين ابغى صراحه اتواصل اشوف، تفضلوا انتم طبعا ممكن انكم تجاوبونا على الاسئله. طيب دكتور جواد تفضل. لا تفضل بعدك أنا. شكرا. الحقيقه دكتوره سؤالك جدا مهم، يعني دائما الموضوع الموتيفيشن موضوع جدا مهم، لكن احكي لك بعض الاحصائيات والدراسات، وفي شق منه يعني يكون في السؤال اللي سالتيه دكتور جوامدي. دراسات عن فيزيكال اكتيفيتي بتاكد بانه الاب والام الذين يمارسون الحركه والنشاط البدني كقدوه للابناء، تستمر الحركه والنشاط البدني النشطين للاطفال في المراحل العمريه 7 أضعاف مقارنه مع الاطفال الغير نشطين، الاباهم غير نشطين. هذا واحد. اثنين، الموضوع النشاط البدني ادمان ايجابي، عشان بيصير في عندي ما يسمى الادابتيشن. يعني انا دائما بحكي للناس، وانت واحده منهم دكتوره ما شاء الله عليكي، بانه انا ما اطلع على وزني او اطلع على بعض المتغيرات، القراءات الاهم، مستوى السكر بالدم، حالتي النفسيه والمزاجيه، نوم الليلي، قدرات العقليه، والمؤشر هون لاولياء الامور مع اطفالهم. يا اخي بدل ما تجيب له هديه او تاخده يوم الجمعه على المطاعم السريعه، خده على البحر، لانه هذا النشاط سيكتسب فيما بعد، لانه هاي بيصبح ادمان ايجابي. اضافه الى ذلك بانه الـ الـ الاطفال بالذات، وهذه نقطه من اهم النقاط اذا بتلاحظوا في كل الدراسات ومنظمه الصحه العالميه والدكتور جوامدي معنا، بان موضوع السمنه في الدول الخليجي بتبدا بعد سن ال10 وال11 سنه. بعد ذلك في عندنا نحافي في اللي هو الاندر ويت. السبب الرئيسي لانه صرف الطاقه فيما قبل عمر 11 سنه اجباري، طاقة إجبارية الطفل، بعدين بيصير دور البيئة. فبنحكي القدوة الإيجابية من البيت كعامل مشجع جدا، إضافة إلى ذلك أني أنا أحط أغمض عيني، كل واحد عم يسمعنا من الجمهور يغمض عينيه لمدة 30 ثانية ويتخيل حاله بعد 5 سنين، إذا كانت حياته خاملة وغير صحية وأسلوب حياته غير صحي حيشوف حاله وين. فبالتالي الحركة والنشاط البدني لا تطيل العمر البيولوجي فقط، لكن تؤدي إلى الابتعاد عن الأمراض والاستمتاع بالحياة. وصفة صحية بسيطة مجانية، مش محتاجة منك أي نوع من التكلفة. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. تفضل دكتور جوالدة. طبعا دكتور أمينة، يعني نشكرك على السؤال. يعني ولما نتحدث عن الرضاعة الطبيعية دائما احنا بنركز عليها، لأنه هي تخدم جميع الأطفال في جميع المستويات، سواء أغنياء متوسطي الدخل أو فقراء. وأنا هنا بدي أركز إنه الطفل 90% من خلاياه الدماغية تتكون في أول سنتين. يعني أنت 90% من خلاياه، فأنت تخيل الطفل إذا في أول سنتين رضع طبيعي إكسكلوسيف 60%، يعني تقريباً 100% كانت رضاعته طبيعية واستمر لأول سنتين، إحنا بنضمن له غذاء جيد متكامل. حتى في المناطق اللي فيها سوء تغذية الأم بنقولها اعتمدي على الرضاعة الطبيعية، هو يكفي احتياجات الطفل. هلأ علميا إيش وجدوا علاقة الرضاعة الطبيعية بالأمراض المزمنة؟ إنه أولا فائدة للأم، الأم اللي بترضع طفلها هي أقل إصابة في سرطان الثدي حوالي 40% و45%. بالنسبة للطفل أقل احتمال إصابته بالسمنة بحوالي 40%، يعني يأخذ هذا لقاح بنسميه طبيعي. إحنا اليوم نتحدث عن كورونا وعن اللقاح وأهمية اللقاح. الرضاعة الطبيعية المسج اللي بدنا نوصله لكل أم إنه هو لقاح طبيعي، بس يجب أن يبدأ مباشرة منذ الولادة، بأول ساعة تبدأ الرضاعة الطبيعية وتستمر بشكل كامل بدون مياه أي شيء أول 6 شهور لمدة سنتين. هلأ الطفل اللي بيرضع طبيعيا بين 6 شهور والسنتين بده ياخذ اغذيه طبيعيه من اكل البيت يا جماعه، خضار، فواكه، لحمه، ما في داعي تجيبوا الاغذيه المصنعه. انا بدي اعطيكي مثال على الاغذيه المصنعه، زي بدنا نحكي اسماء تجاريه بس الكل بيشتريها، هذه كلها سكر. هذه سكر، والسكر هو سبب رئيسي للسرطان، سبب رئيسي للسمنه، سبب رئيسي. ولذلك
التغذية الرضاعة الطبيعية مع تغذية تكميلية تستمر أول 5 سنوات، الطفل بنحصنه تقريباً 50% من أنه يصاب. طبعاً ما بعد 5 سنوات في مرحلة المدرسة والشباب إلى آخره، طبعاً بنراعي ويستمر. بس أنا بقدر أقول لك أنه تقريباً أوجدوا الدراسات 40-45% من الأطفال اللي برضع طبيعياً بيكونوا فت صحياً، وبكون مش فت بس للسمنة، فت كمان للأمراض المزمنة، يعني أقل عرضة للإصابة بالضغط بالسكري. وبالتالي الرضاعة الطبيعية مع التغذية التكميلية الجيدة، وهون بنركز يا جماعة، ركزوا على التغذية البيتية، يعني مثل أكل البيت طعم الطفل بكون مجدي وإله فائدة. شكراً. جزاك الله خير دكتور، شكراً جزيلاً، حقيقة استفدنا من هذه المعلومة. دكتور أحمد، أنا سألتك سؤال بس بعد عندي سؤال ثاني وبعدين نبتدي نتناول أسئلة الجمهور. هذه الأيام في كثير مع السمنة ومع كل الأشياء هذه، الأطفال دائما يشكون من أو يعني تطلع عندهم أعراض نقص فيتامين دال، نقص فيتامين بي 12 ونقص الآيرون أو الحديد. فتفضل دكتور. تمام، يعني الآن صاروا سؤالين، وقبل أن أبدأ فيهم عندي تعقيب للدكتور أيوب. لا زلت أذكر اللي علمني الطب أو التغذية في الكلية الملكية للجراحين في دبلن، طبيب سوداني كان يقول هذه الجملة التي لا زالت ترن بإذني بطريقة السودانية الجميلة: حليب الأم زي الذهب للأطفال. يعني اختصار عظيمة لحليب الأم. الشق الثاني دكتورة أمينة، لما كنت أذهب إلى بعض المدارس كنت أرى جرائم غذائية في مقاصف الأطفال، كنت أرى كولا ومشروبات غازية، كنت أرى حلويات، كنت أرى معجنات بيضاء شريرة، كنت أنا أرى بيتزا. وتخيلي مرة لقيت يبيعون همبرجر ونقانق الصبح، نقانق اللي هو من أسوأ الأطعمة اللي ممكن الطفل يعني يدخلها في بطنه، وخاصة في الفترة الصباحية. فكنت أقول أن هؤلاء يجب أن يؤخذوا إلى محكمة التغذية العالية. سأكون واقعي، لن أناقش الجهود الحكومية اللي يعني في بعض الاجتهادات. أنا أقول ابدأ أنت في المنزل، لا داعي لأن تنظر الحكومات، الأم والأب يبدأون الآن والتأثير فوري. من أبرز علامات الصحة للأطفال والصغار أنك تحضر طعامك من البيت، تجيب اللانش مالك من البيت. هذه من أهم علامات الصحة. أنا من أشوفها أقول هذا الإنسان صحي ومهتم بصحته، والعكس هو الصحيح. عندما تذهب إلى المدرسة أو العمل من دون اللانش بوك، أنت لن تتحكم بأكلك، سيتحكم الموجود والبيئة أو الطلبات اللي غالباً ما تكون سيئة. لذلك أقول الجهود الحكومية متواصلة جزاهم الله خير، لكن أنت أبدأ من الآن بإعطاء طفلك أو بالبدء بأنه لا يخرج من البيت إلا مع الريوق المنزلي المحضر. يوم تعطي بيض، يوم تعطي فول، يوم تعطي لبنة، يوم تعطي زعتر، تحط معاه شوية فاكهة وتحط معاه شوية مكسرات. دكتور أمينة شنو السؤال الثاني؟ عفوا نسيته، السؤال الثاني. قلت لك إنه في كثير الحين من الشباب في سن اللي هم اليافعين يعني تطلع عندهم أعراض نقص فيتامين دال وفيتامين بي 12 والحديد. تمام، هؤلاء أسميهم في عيادتي يجون الأطفال سبحان الله متبتبين وعندهم وزن زايد، بينما لما مسوي لهم تحاليل عندهم نقص حديد ونقص فيتامين بي 12. فهم هي ظاهرة يعني غريبة، سمين من الخارج لكنه ضعيف من الداخل، وهذا كله مرده إلى تغذية سيئة. الطفل اللي متعود على الوجبات الجاهزة والجنك فود هو ممكن يسكت حاجة الجوع، لكنه لا يسكت أو لا يلبي المغذيات الأساسية. وجبة مثلا من الشيبس اللي هو الشيبس المقلي راح تشبعك وتعطيك كاربز، لكن لن تعطيك بروتين، لن تعطيك حديد، لن تعطيك فيتامين دال. فكل هذا النقص اللي قاعد نلاحظه مو بالأطفال الضعاف، بالأطفال اللي عندهم سمنة، هو سبب تغذية خاطئة تقوم يعني على للأسف اختيارات خاطئة جدا وعلاجها بسيط. ونفس ما قال الدكتور، لو كان أكلنا أغلبها طبيعي نوت بروسس مو أكل مصنع، فأنت تأكد أن أخذت التغذية السليمة من دون لا تدرس التغذية، يعني كلوا ما أخرجته الطبيعة أو ما أنتجته الطبيعة من دون الأكل المصنع. جزاك الله خير دكتور، شكرا جزيلا. اللي راح أسويه أنا حقيقة حط ورقة وقلم، راح أذكر الأسئلة
تواليا، احنا عندنا تقريبا والله ثلث ساعه، عندنا وقت حلو. راح اذكر الاسئله وكل واحد مختص في هذا الشيء يجاوب على السؤال. اول سؤال عندي، ما هي اخطار تناول؟ طبعا احنا تناولنا هذا الشيء في اخطار تناول المشروبات الغازيه والشيبسي بالنسبه لطلبه المدارس. واحده تسال ان بعض الناس they justify ان intake of supplements claiming that the fruits and vegetables lacking the importance of الاشياء اللي موجوده في هذه، والدكتور انت وضحت هذا الشيء صراحه. هل حبوب الفيتامينات وزيت السمك تغني عن اكل المأكولات الغنيه بها، مع العلم ان المحتاج لهذه العناصر الغذائيه مثل الاوميجا 3 موجوده في الاسماك ويمكن يكون عنده يعني حساسيه من هذه المواد؟ هل النشاط البدني يؤثر على مفعول الفيتامينات؟ الثقافه الصحيه في البيت والمدرسه اين هي؟ هل هناك علاقه بين الغده الدرقيه والنشاط البدني؟ كم فتره النشاط لعمر فوق الخمسين؟ ايضا عندنا، كيف نعلم ان هذا الشخص عنده نقص فيتامين د؟ يحلل سوي تحليل. هذه حقيقه الـ الاسئله. اولادي اليافعين ادمان على النوتيلا، ما هي الطريقه لمنعهم؟ تبعت معاهم هذا الدكتور احمد، يمكن يفيدك في الـ في الـ في التجارب مالته بالريوردينج والاشياء هذه. النوتيلا حقيقة، أنا بس قبل لا أساتذتي يبتدون بالإجابة، عندنا في الكلية في جامعة الشارجة قسم تغذية، ومن الأنشطة اللي يعملونها الطلبة في هذا البرنامج عملوا ما هي مكونات النوتيلا. أنا حقيقة خفت، يعني خفت لما شفت حاطين نفس، عملوا نفس الزجاجة مالت النوتيلا، ثلاثة أرباعها يمكن أكثر من أرباعها السكر، بعدين الزيت، ويعني وانا قلت وين النوتيلا؟ فيعني حقيقه هذه اشياء مخيفه. لو احنا نعرف حقيقه ما هو بداخل هذا الغذاء اللي احنا نتناوله، خاصه مثل ما تفضل دكتور البروسيسنج فود اللي الناس تاخذه من غير وعي. نبتدي دكتور احمد، مدامك انت على الشاشه ممكن تجاوبنا على الاسئله اللي ممكن نتناولها. تفضل. طبعا انا ما احب اقول نوتيلا، يجب ان يقال نوتيلا الشرير اللي موجود، وشرير للأسباب اللي قلتيها، كمية السكريات والدهون المشبعة، وهناك دهون مدرجة قليلة أيضا فيه. هو فيه عمل صالح واحد بالنوتيلا اللي هو الهازلنوت، اللي هو البندق. البندق هو موجود بالنوتيلا، عشان نكون عادلين في الحكم عليه. طيب، في مدمن على النوتيلا؟ أنا مدمن على النوتيلا. طبيعي، النوتيلا جميل جدا لما تضعه في فمك، هذا الطعم الشوكولاتي السائح مع البندقي اكيد راح يعطيك توليفه جميله جدا. فانت يجب ان تعيد اعدادات، يعني حلمات التذوق عندك. كيف تفعل ذلك؟ انك تتجه الى السكر الطبيعي من الفاكهه الطبيعيه ومن الفاكهه المجففه. وانا انصحكم بعاده تسمى ساعه الفاكهه، كل يوم في كل اسره. احنا عندنا بالبيت الساعه 5 العصر الوالد يقعد ومع الاحفاد يقصص التفاح وهالموز. فالإنسان الذي يشبع غريزة السكر عنده بالسكريات الطبيعية سيقل عنده يسمونه sugar craving أو اشتهاء هذه السكريات. لذلك نقول عودوا أطفالكم على السكريات الطبيعية، وخلوا النوتيلا، لا تحرمونهم منهم، من حق الطفل أن يأكل نوتيلا أو شوكولاته، لكن يكون كتريت، كمكافأة مرة بالأسبوع عند الطلعة العائلية، عند الذهاب إلى المول، لكن أبداً لا يكون موجود ومتوفر كل مطبخ، كل ما راح وبطل وأخذه شلوه من المطبخ، فيكون يعني مكافأة. في أيضاً سؤال عن حبوب الأوميجا 3، وبعض الناس يأخذون عمياني ظناً منها أن هذه الحبوب أوميجا 3 أو الزيت النافع أو زيت كبد السمك راح تخفف الكوليسترول أو تنزل الدهون الضارة. كل الدراسات تقول أن أخذ الأوميجا 3 من المصادر الطبيعية الطيبة، نفس المكسرات والسلمون والأفوكادو وزيت الكتان، هنا تكمن الفوائد العلمية بصحة القلب. وعلى العكس، كل الدراسات تقول أن هذه الحبوب تأثيرها معدوم أو قليل جداً في تنزيل الكوليسترول. لذلك الجو إلى المصادر الطبيعية. السؤال الأخير اللي لقيته منكم يقول كم مقدار الرياضة لخمسين سنة أو أربعين سنة؟ الحد الأدنى من الرياضة اللي يجب الجميع أن يعمله هو 30 دقيقة من الرياضة 5 مرات بالأسبوع، مجموعها 150 دقيقة، فهذا هو الحد الأدنى من الرياضة.
شكرا دكتور احمد. دكتور جوالده ممكن تجاوبنا على اي سؤال من الاسئله اللي وردت؟ نعم، بالنسبة تفضل. للمشروبات الغازية، يعني نعطي معلومة بسيطة للأهل بشكل مبسط، أنه كل علبة أو قوطية مشروبات غازية فيها تقريبا 13% سكر، يعني حوالي 9 معالق سكر. طبعا في الدول، بعض الدول حطت مواصفات بحيث أنه ما يزيدش السكر عن 5%. ففي عندنا طبعا، وحجم العبوه تقريبا، الاطفال لما بيشتروا حجم عبوه تقريبا 2 لتر او لتر ونص، كميه كبيره، فالطفل بياخذ حوالي 15 الى 20 معلقه سكر من الكوب بتاع السوفت درينك، خاصه مع المشروبات الغازيه. فهاي هون في نوع، طبعا الاهل لازم يكونوا شويه بدها توعيه، انه في البيت يا اخي جيب الفواكه الفروزن واضربها على المولينكس واعمل شراب لاولادك طبيعي، وبعدين طعمه جيد وحلو، يعني ما في مشكله، ويا حليب شويه عسل للاطفال منه طبيعي وتغذوي. هلا بالنسبه لفيتامين د، انا يعني سمعت ناس بيحكوا كثير على فيتامين د، وفي تقريبا تخبط عشوائي من قبل الناس، وبياخذوا سبلمنت وبيكلفهم ملايين، وفي بعض اطباء للاسف ما عندهم معلومات عن الفرق ما بين الانسفيشنسي الغير كافي والديفيشنسي النقص. فبالتالي بروح على الطبيب كله عنده ديفيشنسي وكله خد فيتامين د، وبعضهم مرتبطين يعني بشركات يعني تسويقية. احنا بنقول انه التعرض للشمس 20 دقيقة كل يوم كفاية، الاكل فيه مصادر كويسة بفيتامين د زي ما حكى اخونا الدكتور، يعني البيض، بعض اللحوم. لكن انا بقول بس الانسان ما ياخذ فيتامين د الا لما يجري فحص، وفحص ويعتمد كمان الفحص على استشارة تغذوية من أخصائي التغذية. بالنسبة للمدارس، طبعا المدارس يعني هي بيئة مساعدة جدا للنشاط البدني وللتغذية الصحية. احنا ليش بنعول على المدارس؟ لأن الطفل بتأثر بزملائه، بتأثر بالبيئة الموجودة فيه. فإحنا طلبنا من المدارس، ما يعني بدنا فعلا زي ما تفضل الدكتور، انه في الدول الاوروبيه في عندهم لانش بوكس، ما في كافتيريا وما في مقاصف، ما في متعهدين، لانه هم اساس المشكله. كل واحد يجيب معاه لانش بوكس، واللانش بوكس كمان يراقب من قبل المعلم، يعني بينبعث تواصل ما بين المدرسه والعائله، بحيث انه اللانش بوكس يحتوي على فواكه، على شويه نطس، اغذيه صحيه. أعتقد تعاون المدرسة مع المجتمع ممكن يعني يجيب نتائج. وشكراً. شكراً جزيلاً دكتور. أنا حقيقة درست في مدرسة في الكويت دكتور أحمد، في منطقة الأحمدي. نشأت حقيقة في فترة الابتدائي في مدرسة كان فيها تغذية وتربية. كانت الأغذية تقدم في وجبة، كان في وجبة فطور وفي وجبة غداء، لأن كنا نداوم للساعة 3:30 و4. فكان في المسرح، يعني ما كان مثلاً مكان معين، كان في مسرح المدرسة، كان في وراء المسرح مطبخ متكامل بموظفين مختصين بهذه الأمور. ففترة الفطور ساعة أذكر 9:30 يرن الجرس، هذه فترة الريوق، فكل مدرسة تأخذ طالباتها، نروح هناك تعلمنا النظام، تعلمنا لما ناخذ هذا نبتدي مثلا بخبزة وبفاكهة وبحليب أو لبن، وكل يوم نوع طبعا غير من الغذاء، وبعدين نروح على الطاولة اللي هي مخصصة للصف هذا، تقعد المدرسة على قمة الطاولة وتبدي تعلمنا ان نسمي بسم الله، ان ناكل ببطء، ان ما نتكلم احنا يعني تعلمنا هذه الاشياء حقيقه في المدرسه. وين راح هذا؟ ليش احنا اليوم بكل النعم اللي احنا فيها قاعدين نجيب متعهدين وقاعدين نبني صحه ابنائنا على ارباح ناس ثانيين؟ فاحنا يا ريتنا يعني المدارس تتبنى هذا الشيء، ما كان بالشيء الصعب ولا الشيء اللي هو المستحيل ان احنا اليوم نسويه في مدارسنا. الحين الدور على دكتور أسامة، تفضل. يمكن بدي أطلع شوية عن النص وأتكلم بخبرتي السابقة بالعمل لمدة 20 سنة في وزارة التربية سابقا. الحقيقة في اجتهادات رائعة جدا، ولكن نكون صادقين مع بعض، والنفس كالطفل إن شبت على حب الرضاع شابت عليه، وإن تفطم تنفطم الأسرة.
دور الأسرة، أفول الطبخ المنزلي، ضاع دور الأسرة. المائدة، المائدة المنزلية، مائدة تثقيفية، مائدة تعليمية، هيك تعلمنا. يجلس الأب والأم زي ما حكيت حضرتك، هذا الدور غاب. حسب الدراسات، ارتفاع نسبة ما يسمى الجوع العاطفي أو الجوع السام أو الجوع المتعي، خصوصا عند الأطفال، لغياب الحب، لغياب دور الأب والأم في تقديم الحب والحنان للطفل، فيلجأ بالاستعادة عنه إلى التعويض، نظرية التعويض اللي كنا بنعرفها في علم النفس، إلى تناول الأغذية الغنية بالسكر حتى يشعر، يثير هرمون السيروتونين ويشعر أنه سعيد، والنتيجة الحتمية هي السمنة والأمراض المرتبطة فيها. إذن علينا فعلاً أن الأسرة أن تعود إلى دورها، الأب والأم إلى دورهم التربوي، وليس على الخادم أو على أي شخص آخر. أتوقع أنه في جلسة حتكون كاملة عن 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 المدرسة في الجلسات القادمة. بدي أجاوب على الأسئلة بطريقة أيضاً. الدكتور الجواب بيتكلم موضوع جداً مهم، موضوع الرضاعة الطبيعية، وهذه أيضاً رسالة على علاقتها أيضاً في النشاط البدني. في منطقة الهايبوكامبس الموجودة في الدماغ المسؤولة عن الحفظ وعن التعلم وعن التذكر، وجدوا بأن الرضاعة الطبيعية مع الطفل في النشاط البدني تزداد كفائتها 15%. فهنا نصيحة لأولياء الأمور، النشاط البدني والحركي سيحسن، سيقلل من التنمر عند أولادكم، سيقلل من ساعات الجلوس الخامل أمام التلفزيون، سيؤدي إلى زيادة التشابك العصبي 100 مليار خلية عصبية في الدماغ، وصول الأكسجين، تنشيط ما يسمى المنطقة الرمادية في الدماغ المسؤولة عن الخلايا العصبية في الدماغ. إذا المنظومة هذه صحة، وأيضا تحسين العمليات العقلية، وأيضا هرمونات السعادة والابتعاد عن العزلة والانطواء. هلأ السؤال الأول، علاقة النشاط البدني بامتصاص الفيتامينات. طبعا النشاط البدني والحركي فسيولوجيا سيؤدي إلى تنشيط كفاءة القلب وزيادة ضخ الدم المحمل بالأكسجين، وهذا يساعد على تحسين الامتصاص. هذه من النقطة، من النقاط المهمة. يضاف إلى ذلك أنه الرياضيين، أو لما يصبح النشاط البدني أسلوب حياة، وهذه أيضا من الدراسات اللي أجريناها سواء على الأطفال أو البالغين، النشطين بدنيا والحركين واللي يمارسوا الرياضة، عاداتهم الغذائية جيدة، نومهم جيد، تناولهم الغذاء الصحي جيد جدا، تناولهم للماء جيد جدا. العلاقة بين الغدة الدرقية والنشاط البدني، الغدة طبعا بنعرف الغدة الثايروكسين، تسمم الثايروكسين سواء كان الخمول أو في الزيادة، الناس اللي عندهم خمول بالغدة الدرقية هم أكثر عرضة للإصابة بالوزن لأن الأيض عندهم ضعيف. لكن أيضا وجدوا بأن النشاط البدني والحركي مدام بيحسن المزاج وبيحسن الأيض، يساعد مع العلاجات الكيميائية أو الكيماوية اللي يستخدمها الشخص إلى عملية التقليل أو الحد من خطور الغدة الدرقية الخمول. النشاط البدني وكبار السن، الدكتور جزا الله خير الدكتور أحمد، في حقيقة ريكومنديشن، بس خلينا نحكي معلومة كتير مهمة. يعني التصنيف العالمي للشباب تغير، أصبح من 24 إلى 65. إذا الخمسين سنة، أنا عمري 55 سنة، 30 دقيقة ما بتكفي. فالنشاط البدني والحركي مرتبط، ليس مرتبط، الإنسان لا يتوقف عن الحركة لأنه شاخ، الإنسان يشيخ لما يتوقف عن الحركة. فالنشاط البدني والحركي قد يكون لابن 20 سنة عالي الشدة اللي هو 30 دقيقة، يعتمد على كفاءة البدنية وعلى مؤشر ضربات القلب. 30 دقيقة كتوصيات لكل الناس هي الحد الأدنى، الفرق ما بين الموت والحياة. يعني اللي بيعمل 30 دقيقة يعني يعد إنه من الموتى، من الناس الخاملين. لكن يجب أن يتضمن بال 30 دقيقة هذول اللي بدي أعملهم على الأقل مرتين بالأسبوع للنساء وثلاث أيام للرجال تمرينات القوة العضلية، المقاومة، مقاومة الجسم. مش أروح على الجيم أعمل بودي بيلدينج، البوش أب، السيت أب، حتى أحافظ على الكتلة العضلية. لكن المؤشر المهم في الحركة والنشاط البدني أن نتحرك بأي طريقة، هذه حركة، هذه نشاط بدني، رفعت إيدي، أي نشاط بدني سيكون له تأثير إيجابي، وسيصبح فيما بعد نظرية الأدابتيشن إدمان إيجابي لكل الفئات العمرية. تحياتي. جزاك الله خير دكتور. هو الشخص مصر يقول شلون أعرف أنه عندي نقص فيتامين دال من غير مختبر، لازم تعرف أعراضه. أعرف أعراض نقص فيتامين دال. في أي عمر نشجع الأطفال على الرياضة؟ أنا يتصعوالي بس يبتدي يحبي. الحقيقة هذا موضوع في أي عمر، في كثير من دول العالم الطفل أصلاً هو داخل بطن أمه يعيش في الوسط السائل الأمينوسي، والطفل بينزل من بطن أمه بيسبح. الحركة والنشاط البدني عند الأطفال متطلب إجباري وضروري، وهو يعني من يعني في سلايد كتير حلو للWHO إنه الطفل ينمو بالحركة،
ينمو بالحكي. ونظرية جديدة بتحكي الجسم يعلم الدماغ، الجسم يعلم الدماغ، يعني كل ما تحركت أنا أكثر الفيدباك اللي جاي من الجسم من العضلات ومن المفاصل إلى الدماغ يؤدي إلى تحسين المهارات الحركية. كل ما تحسنت المهارات الحركية في أي مرحلة عمرية، وهذه نقطة من النقاط الأساسية، كل ما بدأ الطفل مبكراً في الحركة والنشاط البدني كل ما ابتعد ابتعاداً جذرياً عن الأمراض المزمنة، وهذه دور الأسرة. شكراً جزيلاً، أنا سعدت برئاسة هذه الجلسة، استفدت كثير وأتمنى الجمهور أيضاً استفاد. شكراً جزيلاً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على اختيار هذه المواضيع حقيقةً، وأيضاً اختيار المتحدثين الخبراء والمتمكنين من هذا الموضوع. أتمنى حقيقة أن اللجنة المنظمة أرصدت بعض التوصيات اللي ممكن إحنا نطلع منها من هذه الجلسة. عندي هناك فيلم راح يتم عرضه إن شاء الله مباشرة بعد اللي هو فيلم المؤتمر بعد الجلسة. شكرا جزيلا، شرفتونا ونتمنى لكم التوفيق دائما. اسمحي لنا نشكر دكتورة أمينة على الفاسيليتيشن الرائع يعني، وأنت دائما مبتسمة ومتفائلة، ونشكرك وسعيدين نشتغل معك. الله يسلمك. شكرا. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. شكرا للجميع، شكرا دكتورة، شكرا دكتور أحمد، دكتور أيوب، استمتعت في الحوار معكم والجلسة الجميلة. نتمنى دكتور ملا، شكرا. شكرا جزيلا، شكرا دكتور أحمد. دكتور أحمد سعيدين فيك، شكرا. أتشرف، أنا جالس في منطقة الأحمدي بالمناسبة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. إن عقد المؤتمرات المعنية بحماية ورعاية الأطفال واليافعين ليس بجديد، فالموضوع ذو علاقة مباشرة بالفطرة والمبادئ الإنسانية السامية التي تعتنقها جميع شعوب العالم مهما اختلفت حضاراتها وهوياتها. إن ما تطرحه الشارقة على صعيد المبادرات الصحية والإنسانية بات علامة فارقة على مستوى المنطقة والإقليم، فليس أمام دولتنا رأس مال أكبر وأهم من الإنسان. في العام 2010 انطلقت رحلتنا ليغدو المؤتمر اليوم من أهم الأحداث الصحية التي تحرص على مناقشة القضايا الصحية المعاصرة، حشد الجهود الدولية تجاه التحديات الصحية، منصة علمية تجمع نخبة من الخبراء الدوليين بالتعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المعنية، إطلاق برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أحدث الممارسات الصحية، الخروج بتوصيات ونتائج إيجابية لبناء مجتمع صحي خال من الأمراض. وها نحن نجتمع مجدداً عن بعد متجاوزين التحديات، رافعين هذا العام شعار بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين، لنواصل ما بدأناه. مؤتمر صحة الثامن 2020.